الصنبور الذكي. محول الصنبور يساعد على حفظ الماء ويمنع انتشار الجراثيم. يمكن للمحول العمل في وضعين. في الوضع الأول يفتح الصنبور باستشعار الأجسام بتقريب اليد أو أي شيء آخر إليه، ثم يغلق تلقائيا بعد الانتهاء من الاستخدام وإبعاد اليدين. أما الوضع الثاني فهو مصمم لتنشيط أطول. في هذا الوضع يدوم ضخ الماء لمدة 45 ثانية لنموذج المطبخ ولثلاث دقائق في نموذج دورات المياه. المحول مزود بجهاز استشعار للحركة ينشط الضوء الخلفي للإنارة في الظلام، فيغنيك عن الحاجة لتشغيل الإضاءة الرئيسية في المكان. كذلك يمكنك الاختيار من بين 7 ألوان ضوئية. حافظة الهاتف الشفافة. حافظة من السيليكون الشفاف من إنتاج شركة أبل ومخصصة لهواتف آيفون. الحافظة مناسبة تماما لأزرار الهاتف وحوافه، كما أنها رفيعة السمك ولا تزيد من حجم الهاتف أو وزنه. وهي مزودة أيضا ببطانة مايكروفايبر لينة تحمي الهاتف، والسطح الخارجي مصنوع من السيليكون لطيف الملمس. ولشحن الهاتف لاسلكيا لن تحتاج إلى خلايا الحافظة. وكجميع منتجات أبل خضعت تلك الحافظة للاختبار الدقيق في جميع مراحل التصميم والإنتاج، لذا فهي لا تبدو مذهلة فحسب، ولكنها أيضا تحمي الآيفون من الخدوش والأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها عند سقوطه. الحصالة السحرية. حصالة غير عادية ذات تصميم مبتكر. الحصالة مثيرة للاهتمام حقا عندما تنظر إليها وتحاول تخمين آلية عملها. فهي عبارة عن حصالة سرية تبدو وكأنها تخفي المال بداخلها بمجرد وضعه فيها، ولكن تصميمها الفريد هو ما يجعل النقود بداخلها تصبح غير مرئية لتبدو الحصالة من الخارج وكأنها فارغة. الواقي الشمسي. واقي شمسي للسيارة مصمم لحماية السائق من أشعة الشمس الحارقة، وهو بني اللون ومناسب لجميع موديلات السيارات. الواقي لا يحجب أشعة الشمس فقط، ولكنه يحجب الوهج من الأضواء الأمامية للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس. يثبت الواقي في السيارة بمشابك خاصة. المنشار الهيدروليكي. منشار هيدروليكي قوي يساعدك على تقطيع أكبر قطع الخشب حجما إلى عدة قطع صغيرة ليسهل بعد ذلك تقطيعها بالفأس. يمكنك التحكم في الجهاز الميكانيكي من خلال زوج من الرافعات. المنشار مزود بمحطات جانبية لضبط القطع، بالإضافة إلى نابض لتسريع العمل. الجهاز مصنوع من الفولاذ ويزن 40 كيلو جرام تقريبا، ولتسهيل نقله إلى أي مكان تم تزويده أيضا بعجلات المركبة. ميدالية المفاتيح. ميدالية مفاتيح أنيقة مصممة على شكل محرك توربيني فضي، وهي مصنوعة من سبيكة الزنك المعمرة المقاومة للصدى، لذا فلها عمر افتراضي طويل. عند تشغيلها تصدر الميدالية صوتا مميزا يشبه صوت المحرك التوربيني الأصلي. يمكنك تقديم تلك الميدالية الرائعة كهدية مثالية لأصدقائك من عشاق السيارات. حامل ومحطة شحن للهاتف. منصة فريدة من نواها من تصميم فريق كوري جنوبي تسمح لك بتثبيت الهاتف في وضع أفقي. المنصة مصممة على شكل تلفاز، فهي تجعل الهاتف يبدو وكأنه تلفاز قديم الطراز يمكنك وضعه في أي مكان. فقط ضع الهاتف في الداخل مع رفع الغطاء العلوي والذي يعود إلى مكانه بفضل مغناطيس مدمج يغلق تلقائيا. تعمل المنصة أيضا كمحطة شحن للهاتف الذكي، حيث يمكنك وضع كابل شحن في منفذ خفي بها. القفل الإلكتروني. قفل زناد إلكتروني للأسلحة، وهو عبارة عن محول يلائم معظم المسدسات. يغلق القفل الزناد تماما في حافظة قوية يمكن فتحها بطريقتين، بواسطة مفتاح ميكانيكي أو بجهاز التعرف على البصمات. القفل متصل بالجهاز للاستخدام في حالة نفاد البطارية.
السوائل الممغنطة مادة غروانية تتكون من جزيئات مغناطيسية صغيرة الحجم للغاية وعالقة في السائل الناقل لها، وتؤدي وظائفها عادة من خلال مذيب عضوي أو في الماء تحت تأثير حقل مغناطيسي قوي إلى حد ما وموجه عموديا. ويشكل سطح تلك السوائل ذات الخواص المغناطيسية بنية وطيات تلقائيا. جهاز تكبير الشفاء خيار بسيط وزهيد الثمن وبديل عن عمليات التجميل لتكبير الشفاء، وهو عبارة عن جهاز كهربائي بسيط يعمل بمضخة خاصة تثبت على الشفاء، وخلال بضع ثواني سوف تصبح شفاهك ممتلئة لتبدو أكبر حجما. ولكن مع ذلك فإن هذا التأثير لا يدوم طويلا، فقط يمكن لهذا الجهاز مساعدتك لجعل شفاهك تبدو أكبر قبل موعد حفل أو ما شابه. سيارة تضاريس الوعرة مركبة جديدة قابلة للبرمجة لأداء وظائف مختلفة يحددها المستخدم كالتسلية والألعاب والمسابقات وترفيه الحيوانات الأليفة. على سبيل المثال يمكن للعبة القيام بدورية في الغرفة حاملة كاميرا أو العمل كروبوت. تزن المركبة حوالي كيلوغرام واحد وهي متينة للغاية ولا تتضرر بالسقوط، كما أنها مزودة بمحرك كهربائي قوي يجعلها تتحرك بسرعة تصل إلى مترين في الثانية، كما يساعد تساعدها في التغلب على عقبات الطريق المختلفة بسهولة. سكين البيتزا سكين فريد من نوعه لتقطيع البيتزا، مصمم على شكل دراجة نارية عجلتها الأمامية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يعتبر هذا السكين بمثابة قطعة ديكور عصرية ولطيفة تزين أرفف مطبخك. السكين مريح جدا لليد أثناء الاستخدام، وذلك بفضل مقبضه البلاستيكي. البلاستيك الحيوي المرن مجموعة من الألواح الملونة كل منها بحجم بطاقة عمل مصنوعة من بلاستيك حيوي ذي خصائص فيزيائية خاصة، ففي الماء الساخن يلين البلاستيك حتى أنه يمكن أن ينثني ويتشكل وفقا لرغبتك، حيث يمكنك تصميم مجموعة متنوعة من الأدوات كحامل للهواتف الذكية أو تحف صغيرة وأشياء أخرى. بعد بضع دقائق من إخراج اللوح من الماء الساخن يفقد البلاستيك ليونته ويستعيد صلابته السابقة. البطاقات قابلة للتحلل الحيوي وهي آمنة تماما على الصحة، لذا فهي مناسبة للاستخدام حتى مع المنتجات الغذائية. Air Hugs لعبة غير عادية تجمع بين التزلج والطيران المظلي في نفس الوقت، ويمكنك التحكم بها عن بعد بواسطة وحدة تحكم خاصة. يمكنك اختيار وضع العمل الذي ترغب به سواء وضع التزلج الهوائي أو الطيران المظلي. تسمح لك هذه اللعبة بعمل حركات مدهشة وذلك بواسطة جهاز التحكم، فبالضغط على زر معين تدور اللعبة بزاوية 720 درجة في الهواء، ثم الشقلبة الخلفية في وضع اللوح، ثم التحول إلى الطيران المظلي. اللعبة مثيرة ومسلية وستكون بمثابة هدية عظيمة تقدمها لأطفالك مع بداية العام الجديد. حامل البيض حامل لصلق البيض على شكل بطريق تحمل البيض بين أجنحتها. يمكنه حمل 6 بيضات منفصلة عن بعضها البعض. المقبض مصنوع من البلاستيك لا يسخن حتى بعد فترة طويلة من الطهي في الماء المغلي. يمكنك استخدام الأداة أيضا لتخزين البيض. الشريط اللاصق هذا المنتج يعتبر منافسا قويا للأشرطة اللاصقة التقليدية، فهذه المادة الجديدة هي عبارة عن شريط شفاف بسمك مليمترين فقط يلتصق بالأسطح من الجانبين في آن واحد، والأهم من ذلك أنه يمكن استخدامه أكثر من مرة، لذا فبعد إزالة الشريط يمكنك غسله وتكفيفه ثم لصقه في المكان الجديد. لا يترك الشريط أي آثار بعد إزالته وهو متعدد الاستخدامات، كما يمكن تقسيمه إلى أي عدد من القطع. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تلك المنتجات الرائعة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.